شاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجهة ضمن حلقات ضيف الجهة. يسرنا في الموقع أن نستضيف أو ننفتح عن الكتابة المحلية بالسهول لحزب العدالة والتنمية السيد العربي الرويش. السيد العربي، سعداء أن نستقبلكم. أول سؤال يتبادر إلى الذهن، كيف تستعد الكتابة المحلية للانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر؟ أكيد أن محطة انتخابات 14 شتنبر 2015 الجماعية والجهوية اشتغلتم فيها وحصلتم على 3 مقاعد بالسهول. اليوم كيف تستعدون لهذه الانتخابات التشريعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يخص الانتخابات المقبلة ديال 7 أكتوبر، لدينا في حزب العدالة والتنمية قانون موضوع شامل وكامل، لا يمكن لنا أن نتكلم في الأمور اللي هي سوف تجيء مستقبلا. أما فيما يخص الانتخابات الماضية، الانتخابات الجماعية، فكان في جماعة سهول هناك تقطيع انتخابي جديد. هذا اللي تقطيع انتخابي الجديد نسميه نحن في هيئتنا بالتفصيل الجديد، لأنه هو تقطيع جاء لصالح البعض وضد آخرين. تلقينا مجموعة من المشاكل فيما يخص بعض الدوائر أو جل الدوائر. هناك تلقى في عائلة واحدة تقسيم ساكنتها، هناك من يصوت في دائرة والأخ يصوت في دائرة أخرى، ومجموعة من المشاكل. لم يكن هناك تحديد جغرافي واضح. نعم السي العربي، أنتم في الكتابة المحلية ترصدون مشاكل والإكراهات التي تعاني منها ساكنة السهول، من بين المشاكل التي تداولتها بعض وسائل الإعلام موضوع العبارة أو الناقلة لفك العزلة عن ساكنة بعض القرى. ما حقيقة هذا الموضوع؟ وبالنسبة للناقلة، الناقلة هي مشروع شراكة ما بين الجهة ومجلس العمالة والجماعة. الغلاف المالي يفوق حوالي 600 مليون سنتيم، جاء لفك العزلة عن الساكنة المتواجدة في الضفة الأخرى. هذا شيء محمود، لكن نحن ندبر الشأن المحلي. ما نرغب فيه؟ نرغب بأن هذه الناقلة تشتغل بصيغة دائمة ولا تشتغل بصيغة متقطعة، إلى جانب مراعاة سلامة المواطنين، لأن هي فوق كل تقدير سلامة المواطنين. سلامة المواطنين زائد تكون مورد مالي للجماعة. نعم، من بين الموارد الجماعية الجديدة أو المرافق الجماعية التي ستدر موارد جديدة، وهو السوق الأسبوعي سوق الخميس الذي انتقل من مدينة صلاة إلى واستقبلته العرجات. هل من كلمة في هذا الموضوع؟ السوق الخميس من بين الأسواق الأسبوعية التي لها صدى وطني، معروف تقريبا منذ 70s بأنه سوق عملاق، معروف عند جميع الكسابة والتجار في المغرب تقريبا. فهذا السوق الوقت اللي انتقل للسهول رحب به الجميع، لأنه أعطى قيمة مضافة للسهول ولساكنة السهول وللجماعة، للجماعة كمورد مالي. احنا نطالب وطالبنا الرئيس برسالة من الهيئة بأن هذا السوق يجب المحافظة عليه وحمايته
من الضياع أو من لأنه يعاني من بعض الأمور التي هي ممكن أن تؤدي إلى ذوبانه أو إلى اختفائه، لأن هناك مشكل ديال النفايات، هناك مشكل ديال المجزرة ومشاكل أخرى. يجب ما نطلبه هو إصلاح هذا السوق وصيانته، وهذه القيمة المالية التي دخلها سوق خميس قابلة للارتفاع في أي لحظة إذا كان مجهزا ومصونا. نعم نعم السي العربي، أنتم تدبرون تساهمون أو تشاركون في تدبير الشأن المحلي في الجماعة ديال السهول، وهذه أول ولاية جماعية تشاركون فيها. اليوم مرت منها ما يقرب من 8 أشهر، أكيد أنكم وقفتم على العديد من التراكمات، العديد من الإكراهات بهذا المجلس. هل أنتم راضون عن تدبير الشأن المحلي خلال هذه الفترة من الانتداب؟ ليكون في علمك الأخ كريم، هي التشكيلة اللي عندنا احنا في جماعة سول مركبة من تقريبا من 6 أحزاب. نحن نعمل ما في وسعنا من أجل إرضاء المواطن ولصالح المواطن، وسوف نكون دائما مع الإصلاح وضد الفساد. ممكن أي لحظة نخرج للمعارضة إذا ظهر لنا بأننا ندافع عن الفساد. إذن قراء ومشاهدي الموقع الإلكتروني، ترقبوا العديد من التسجيلات تنقلوا واقع تدبير الشأن المحلي بأسهل في ملفاتنا القادمة. شكرا.